السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد صغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأشرح لكم أغلب الطرق المستخدمة في تنزيل البرامج أو التطبيقات أو الألعاب المدفوعة مجانا، حيث بعد مشاهدتك لهذه الحلقة لن تذهب، ومع كل إصدار 9.1 9.2 10 11 أي iOS يصدر قريبا تقول أريد طريقة لتنزيل البرامج المدفوعة لهذا التحديث أو هذا الإصدار، حيث أن أغلب هذه الطرق التي سأطرحها عليك في هذه الحلقة تتماشى مع كل الإصدارات، وبالتالي ستعرف طريقة تنزيل برامج المدفوعة مجانا فقط مع كل إصدار. ستتذكر هذه الحلقة، تعرف ما الطرق التي أعجبتك وتستخدمها. إذن في البداية، والطرق المتداولة بكثرة والتي يعرفها أغلب المستخدمين هي المتاجر الصينية أو المتاجر التي تنزل منها البرامج المدفوعة مجانا، حيث يوجد الكثير من البرامج، منها كي هذا التطبيق الذي باللون الأحمر، منها الهيب ستور، أفضل تطبيق أفضله أنا الهيب ستور، يوجد البيشير الذي أكرهه كثيرا لأنه يوجد به الكثير من العيوب والتنزيل منه بطيء للغاية، يوجد تونغبو، أيضا تونغبو رائع وسريع هو أيضا ولكن توجد به مشكلة يحتاج إلى توصيل بالحاسوب، يوجد كثير والكثير من التطبيقات والكثير من البرامج أو المتاجر الصينية التي يعني تواجهك أثناء بحثك لطريقة لتنزيل البرامج المدفوعة مجانا. إذا من خلال هذه الطريقة، طريقة المتاجر الصينية أو المتاجر الخارجة عن الأب ستور، أنصحك دائما بتنزيل تطبيق الهيب ستور فقط بالذهاب إلى ios.hipstore.mobi في متطبع سفاري وتقوم بتنزيله الآن في iOS 9.2، أصدر له تحديث جديد، يعني تحديث رائع للغاية، أنصحك به تنزيله. الطريقة الثانية وهي عن طريق الجيلبريك، يوجد أيضا متاجر أخرى، يوجد متجر أب كيك، هذا المتجر يعني رائع للغاية ولكنه يحتاج إلى CD ويحتاج إلى جيلبريك، فإذا يعني إذا كان لديك جيلبريك أو في المستقبل قمت بعمل جيلبريك، أنصحك بتنزيل تطبيق أو متجر أب كيك، يعني يشبه الأب ستور في الكثير من الخصائص. الطريقة الثانية ومثل التي قمت بشرحها لكم في الحلقة 180 و193، وهي طريقة تنزيل التطبيقات المدفوعة مجانا باستخدام بطاقة ماستر كارد مزيفة، حيث تنزل التطبيقات المدفوعة مجانا من الأب ستور دون متجر آخر ودون أي شيء، تنزل الأغاني والأفلام من الآيتونز ستور أيضا مجانا، ولكن هذه الطريقة يعني تتماشى معك قليلا وبعد ذلك يتم كشفك ويتم قفل هذا الحساب، ونوهت كثيرا في تلك الحلقة على عدم استخدام حسابك الرئيسي، وقلتها أيضا في الشرح، وأنا لا أضل يعني استخدمه إلى حد الآن، استخدمته في iOS 8 جميع تحديثات، وأيضا استخدمه الآن في iOS 9 متماشية معي، ونزل من خلالها الموسيقى يعني رائعة للغاية، ونزل الموسيقى من الراديو مباشرة إلى التطبيق الموسيقى. الطريقة الثالثة والتي أعتبرها الطريقة المملة، وهي عن طريق جمع النقاط وتحصل على النقاط، ومن خلال هذه النقاط تحصل على بطاقة آيتونز وتشتري البرامج من الآيتونز أو من الأب ستور، يعني تنزل مجموعة من التطبيقات تحصل على النقاط، مثل يعني فري ماي أبس، مثل فري ماي أبس، أب نانا، فيوتشر بوينتس، أب باونتي، أب مال، كثير والكثير، فري أبس فاست، كثير من المتاجر التي تمنحك يعني الكثير من النقاط، ومن خلال هذه النقاط تحصل، نعم هي حقيقية وليست كاذبة ولكنها مملة. في حال كان لديك مدونة، كان لديك كثير من الأصدقاء، يمكنك الحصول على نقاط بطريقة سريعة جدا عبر رابط الريفر لينك الخاص بك، يعني تعطيهم رابط الإحالة الخاص بك ويتسجلون من خلالك، وتحصل على 200 نقطة لكل فرد تسجل من خلالك، وهذه طريقة سريعة للغاية، وبالتالي من فترة أخرى تدخل تجد لديك مجموعة كبيرة من النقاط، تحصل على بطاقة تنزل بها البرامج والتطبيقات مجانا. الطريقة التي تليها ويعني غير مستخدمة بكثرة ولكنها رائعة، حيث إذا كنت تعرف صديق يشتري البرامج أو واحد من أفراد العائلة يشتري تلك البرامج، يمكنه مشاركته يعني مشاركة الحساب الذي يشتري من خلاله، طبعا أتحدث عن صديق أو واحد أفراد العائلة، يعطيه الأب ستور الخاص به، عندما تدخل الأب ستور سجل البرامج الذي اشتراها، أمامها علامة الكلاود أو علامة السحابة، يعني منزلة من قبل، لا تحتاج إلى شرائها من جديد، وبالتالي تنزلها أنت مجانا، ويعني طريقة رائعة للغاية ولكنها غير مستخدم، لأن الكثير لا يشارك حساب الأب ستور الخاص به، لأنه سيتم نقل الصور، يعني أخواني الكرام يجب يعني دائما التفريق بين الآي كلاود والأب ستور، وسأقوم بشرح حلقة عن هذا الموضوع، يعني ما الفرق بين حساب الآي كلاود وحساب الأب ستور، حلقة قادمة بإذن الله. فعندما يعني حتى عندما يختار مشاركة يعني حساب الأب ستور الخاص به، لا توجد أي مشكلة، يعني تسجل به في الأب ستور ويظل حسابك الآي كلاود يعني بعيدا عن حساب الأب ستور، وتنزل البرامج الذي هو قام به
شراء هذه الطريقة يعني نادرا ما يتم استعمالها. أتمنى تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابك، لا تنسى الضغط على زر اللايك وكذلك سبسكرايب أو اشتراك في حال كانت هذه أول حلقة لك لحلقات محمد الصغير ومدونة العالم الافتراضي. فأريد أن أعلمك بأنه يوجد حلقات شبه يومية حصرية في كافة يعني المجالات الخاصة بالآيفون والآي أو إس في المحتوى العربي بالكامل. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى ذلك من حين دمتم في أمان الله.